أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحرية المواطنين ومباشرة السلطات العامة لوظائفها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين بالمؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز والمستشار الدكتور طارق شبل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها. اسمحوا لي أرحب بكم جميعاً ضيوف كرام أعزاء على مصر. اسمحوا لي لكم من الاستمرار في انعقاد هذا الاجتماع، وزي ما بقول كده في الدورة السادسة بالقاهرة، يؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك بين شعوبنا التي تنحاز إلى قيم الحق والعدل وتتطلع في يقين راسخ إلى تعميق مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوق والحريات. وكمان اسمحوا لي أؤكد معاكم أن محاور اجتماعكم بتدور حول المواطنة وحقوق اللاجئين والمهاجرين وحماية الهوية الثقافية وحقوق الشعوب الإفريقية في مواردها الطبيعية المشتركة، وأيضا التنمية الاقتصادية من منظور اجتماعي، إنما هي سول مثلى لتحقيق مفهوم تنمية الشعوب الإفريقية. وأنني على ثقة من استمرار مسيرة نجاح هذا الاجتماع على نحو تؤكده نتائج أعمال اجتماعاتكم الخمسة السابقة. وشدد السيد الرئيس على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية للتحديات التي تهدد كيانها وأخطرها الفكر المتطرف، والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها. من جانبه أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء وتعزيز الدور الذي تطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لا سيما في ظل نجاحها في إسراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري. أضاف المتحدث الرسمي أن السادة المشاركين أعربوا عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مثمنين الدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي بين المحاكم الدستورية الإفريقية، والذي تحول إلى تقليد سنوي هام على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها. وقد شهد اللقاء حواراً مع السيد الرئيس شمل أهمية الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بدور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول. كما أعرب المشاركون عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذجاً لاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء.